هل هيكون في مكافآت خاصة للعيبة يا كابتن؟ طبعا يعني في المباراه اللي فاتت وفي المباراه ديت، اتمنى يبقى في مباراه مكافاه كل ماتش، يعني مش ماتش بس بحد ذاته. هل جنبك كابتن زيزو؟ انتوا في الاتوبيس ولا ايه؟ جنب حضرتك كابتن زيزو؟ هو معاه تليفون، هو معاه تليفون حاليا. معاك يا اتفضل. طيب كابتن زيزو. الو كابتن زيزو، الف مبروك. ربنا يبارك فيك يا زميلي، الف مبروك، ويعني واثقين فيك، واحنا حقيقي سعداء لسه استاذ حسن مستكاوي واستاذ فتحي سند معايا، وكانوا بيتكلموا على شكل الفريق وقد ايه شكل الفريق كان جميل النهارده. والله الحمد لله، تحياتي ليهم طبعا الكبار دول، ويعني متشكر جدا على يعني تقديم حضرتك، وربنا يقدرنا، وبهني جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، وبشكر اللعيبه وبشكر الاجهزه المعاونه اللي معايا، لان ده جهد الناس كلها. الحمد لله. انا هخليهم هم اللي يكلموا حضرتك يا استاذ حسن واستاذ. طيب اتفضل يا كابتن زيزو، الف مبروك. استاذ فتحي سند، اتفضل. طبعا استاذ فتحي صوته جميل طبعا، صوته معروف. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لك. على كل حال احنا قلنا الحمد لله يا استاذ فتحي، الحمد لله. الف مبروك. انت يعني احنا اتكلمنا عن المباراه وقلنا ان فرقتك استاذينك يعني علي صوتك شويه ممكن، فرقتك لعبت للفوز، وانت قريت كويس قوي فريق الزمالك، وان انت لانك كنت مهاجم خبيث ومكار عملت تريكه النهارده ودفعت بايفونا، الناس كلها ما كانتش متوقعه بهذا الكلام، اعتمدت عليه. ويعني اتكلمنا بشكل يعني عن المباراه، فانا بعتقد ان دي نقطه تحول من وجهه نظري في شكل واداء النادي الاهلي، وفي نفس الوقت في مسيرته في بطوله، اعتقد ان هو النهارده اصبح الاقرب لاستعادتها. يعني والله الحمد لله، النقطه اللي حضرتك قلتها بتاعت ايفونا هي في نقطه تكميليه معاها خاصه ب يعني بمؤمن، لان مؤمن كان في دور معين مكمل للدور بتاع ايفونا، كان صعب مهاجم راس حربه تاني زي مثلا عمرو او انطوي يقوم بيها، لانها كانت هتبقى جايه على حساب منطقه وسط الملعب اللي بيتميز برضه فيها نادي الزمالك في المهارات وعمليه الاختراق، فيمكن انا رايت الحته ديت وخليت ايفونا لوحده اعتمادا على سرعته واعتمادا على ان احنا يعني نعمل كثافه عدديه شويه في منطقه الوسط، والحمد لله يعني. بالظبط. استاذ حسن تحب تتكلم؟ يا مبروك طبعا يا عبد العزيز، الف مبروك. الله يخليك يا استاذ حسن، ازيك مكسب طبعا باين لمساتك من، انت عارف انا ما بجاملش والله خالص، باين لمساتك من الماتشات اللي فاتت، وانا اعتقد ان السر في ثلاث كلمات: استقبل الكوره، مرر الكوره، اتحرك. وده اللي عامل الشكل الممتع للنادي الاهلي دلوقتي. والله الحمد لله طبعا، ده ومعاه الحته النفسيه، لان في نقطه مهمه قوي في الكوره، لازم اللعيب يبقى عنده مساحه ابداع، طالما انه بيلعب في فريق بيلعب على طول. الكوره ما ينفعش تلعبها من غير، يعني انا دايما اقول ان الكوره ليها اشكال كتيره قوي، في كرة تقليدية وفي كرة انزراعية زي خالد كريم لما كان بيسميها ساعات، صحيح، وفي كرة بتبقى كويسة، وفي كرة متقدمة، وفي كرة مرحة. أنا بحب الكرة المرحة، مرحة صحيح، وتسعد المتفرج، ودي صعبة، ما هي سهلة، بس لما يبقى عندك مستوى قدرات وعندك مستوى طموح زي النادي الأهلي، المفروض اللعيبة تأدي بالمستوى اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده، اللي هو تلعب الكرة المرحة، الكرة الممتعة ليه كلاعب، والكرة الممتعة للمتفرج المشاهد. صحيح، هو طبعا الكرة المرحة اللي أنت بتتكلم عليها ممكن لاعب واحد يعمل المرح ده، لكن الأصعب إن الفريق كله يعمل المرح ده، يعني الأداء الجماعي متهيألي هو الأصعب من الفردية. طبعا مش كده ولا إيه؟ لا مفيش شك، مفيش شك، لأن الأداء الفردي بيعتمد على المهارة، ودي بتبقى موجودة في ذاتية اللاعب. انما الاداء الجماعي بيبقى عايز عمليه انضباط وعايز رؤيه متكامله عشان تعمل توليفه من القدرات المتاحه عندك. صحيح. فعلا طيب ثانية واحدة، طيب سؤال اخير يا كابتن حسن، ان هي بتدي حد ادنى للجاده الجماعيه دي.